تعالوا بقى نتنقل على الجزء الثاني من السكشن، ازاي نرسم الفيلوسيتي تريانجل والاكسلريشن تريانجل. في الجزء ده احنا بنسميه الجرافيكال ميثود او طريقه الرسم، يعني انت ازاي تحل الميكانيزم اللي قدامك ده عن طريق الجرافيكال، عن طريق انك ترسم. ففي شويه نوتس، 10 نوتس الحقيقه كده، 10 ملاحظات هنقراهم مع بعض علشان تعرف انا هرسم ازاي او لما يجي لي ايه هعمل. اوكي طيب تعالوا كده نبدا. بسم الله. اول نوت بيقول لك ايه، لو انت عندك لينك، فهمنا يعني لينك خلاص. لو انت عندك لينك مش مديك الالفا بتاعته، with no giving alpha but with giving اوميجا، يعني انا اللينك مديك الاوميجا برقم، ولا بيكون مثلا 20 ريد بير سنت مثلا 20 ريد بير سنت، فانت معاك لينك في اوميجا بس ملوش الفا، يعني ده معناه ايه؟ ان الالفا بصفر. ايه ده بجد؟ اه، طالما انا مديك الاوميجا برقم ايا كان الرقم ده كام، 20 مثلا ريد بير سكند، فده معناه ان الاوميجا ثابته برقم معين، ده اوميجا اللينك اللي انا مديهولك، ده معناه ان الاوميجا ثابته برقم معين. وطالما الاوميجا ثابته، فاكرين كده في الميكانيكا كنت انت بتقول ايه؟ لما الفلوس تكون ثابته يبقى الاكسلريشن هتكون بزيرو، وش كده على طول، يعني ده معناه ان انا سرعتي ثابته مش هتزيد ولا هتقل. اهو اكسلريشن معناها ايه؟ تسارع او تناقص في السرعه، ان انا بزود السرعه او بقللها. طب انا سرعتي ثابته يبقى ولا سرعتي هتزيد ولا سرعتها هتقل، يعني الاكسلريشن بزيرو. تاخد بالك من الحته دي. طيب بنفس الكلام، انا عشان عندي لينك بيلف روتيشن، لو انا عندي لينك بيلف روتيشن فهيلف باوميجا، فالاوميجا بتاعته هتبقى برقم، يبقى الالفا بتاعته هتبقى بصفر. ما هي الالفا دي الانجولار اكسلريشن والاوميجا الانجولار فيلوسيتي، اتفقنا. طب ده اول كده ملحوظ. اللي بعده طيب بيقول لك انت لازم ترسم الميكانيزم الاول. لا والله، اه يعني الميكانيزم اللي هيجي لك في ورقه الامتحان ده انت لازم ترسمه في ورقه الاجابه، ده اول حاجه هترسمها، ده قبل ما ترسم الفيلوسيتي والاكسلريشن تريانجل. خد بالك يا باشمهندس. طيب الكلام ده هيبقى موجود في الميد تيرم؟ والله الميد تيرم زي ما احنا عارفين وزي ما انتم عارفين انه المفروض هيبقى ام سي كيو، فالمفروض الرسمه هتجي لك مرسومه جاهزه خلاص، ولو تحت الرسمه مكان للاجابه يبقى على طول هترسم مثلثات السرعه والعجله. طب لو تحت الرسمه مفيش مكان للاجابه، يبقى سعادتك لازم انت ترسم الميكانيزم في رسمه لوحدها. طب ليه يا باشمهندس؟ طب ما هو كده كده الميكانيزم المرسوم هرسمه تاني ليه؟ علشان لما تيجي ترسم المثلث السرعه والعجله هتاخد موازيات للميكانيزم اللي مرسوم وعمودي او اعمده على الميكانيزم المرسوم، على كل لينك من الميكانيزم المرسوم. هنعرف ازاي دلوقتي؟ ازاي نعرف ناخد موازيات وازاي نعرف ناخد اعمده؟ فلازم الميكانيزم ومثلثات السرعه والعجله يكونوا مرسومين في ورقه واحده. يعني خد بالك بس من الملحوظه دي يا باشمهندس، المفروض ترسم اي رسمه بترسمها سواء رسمه الميكانيزم نفسه، سواء رسمه الفيلوسيتي تريانجل، سواء رسمه الاكسلريشن تريانجل، الثلاثه دول يكونوا في ورقه رسم واحده، ان وان بيبر، ورقه واحده. الاول بترسم الميكانيزم مثلا فوق كده، وتحتيه هنا مثلث مثلا السرعه، وهنا مثلث العجله تحت الميكانيزم نفسه، في ورقه واحده، كل ده في ورقه رسم واحده. ما ينفعش ترسم الميكانيزم في حته علشان كده انا بقول لك هو لما يجي لك مرسوم الميكانيزم وفي تحتيه مكان للاجابه، في مساحه يعني تجاوب فيها، خلاص يبقى انت مش محتاج ترسم الميكانيزم تاني، يبقى على طول هترسم مثلث السرعه والعجل على طول تحت الميكانيزم. يبقى انت كده كانه ايه؟ كانه جمع لك ورقه الرسم في ورقه واحده. لكن لو رسم لك بس الميكانيزم وسالك بقى السؤال تحتيه على طول تحت الميكانيزم، ايا كان السؤال اللي ساله ايه، فانت كده محتاج ترسم ميكانيزم السرعه والعجله. اوكي انا بتكلم عشان الفاينل. الميد تيرم ممكن يسيب لك مساحه للي انت ترسم على طول المثلثات السرعه والعجله عشان مفيش وقت، لكن في الفاينل لا، انت اللي هتعمل كل حاجه. اوكي طيب فدي تاني ملحوظه. فبقول لك طيب عشان بقى حضرتك ترسم الميكانيزم الاول اللي هي اول رسمه، يبقى انت بترسم يا باشمهندس كام رسمه؟ ثلاث رسومات، الميكانيزم الاول وبعدين الفيلوسيتي وبعدين الاكسلريشن. ما ينفعش ترسم الاكسلريشن قبل الفلوس، لا لازم الفلوس الاول، ان في شويه جيفن بتطلعها من الفلوس الترنج اللي انت رسمته ده تستخدمها في الاكسلريشن. طيب هنعرف دلوقتي برضو ازاي. بص يا باشمهندس، ازاي ترسم الميكانيزم الاول؟ قال لك ترسمه بسكيل مناسب، اي رسم لازم بسكيل،
طب لازم ارسم المساله بسكيل مناسب ازاي؟ لو لقيت الاطوال اللي هو مديها لك في المساله اكبر من 500 مللي، يعني لو نقيت كده اكبر طول منهم اكبر من 500 مللي، فده معناه ان انت تقسم الاطوال كلها على 10. ده انا ليه بقول لك كده؟ علشان تبقى الرسمه تعرف ترسمها، عشان الرسمه بتاعتك يعني تبقى مقبوله، ما تكونش رسمه كبيره. فطبعا نص مللي دي معناها ايه؟ نص متر. يبقى لو انت عندك لينكات اكبر من نص متر خلاص اقسم الـ الاطوال اللي عندك كلها على 10. يعني انت كانك خدت سكيل 1 ل 10، كاني خدت سكيل ايه 1 ل 10 علشان ترسم الميكانيزم بتاعك. طيب ونص متر زي ما انت فاهم يعني، وهكذا يعني. طيب اذا كانت الاطوال المعطاه اقل من 500 مللي، فده معناه ان انت هتقسم اطوال المساله كلها على 5، يعني كانك هتاخد سكيل من 1 ل 5. فشوف الاطوال اللي عندك واقسمها على 10، وشوف الاطوال اللي عندك واقسمها على 5. وطبعا انت بترسم بالسنتي عشان انت معاك مسطر. خلاص طيب ايه تاني يا باشمهندس؟ ده كده. طب لو الاطوال قليله خالص، يعني اقل من 500 او قليله خالص، ممكن ترسم سكيل 1 ل 1. يعني ممكن خلاص تبقى الاطوال مناسبه بالنسبه لك انك ترسمها على طول. طيب لكن بالنسبه لرسمه الاكسلريشن دياجرام، فانت لازم تقسم الاطوال على 30 او 40 او 50، لان الاكسلريشن دياجرام او الاكسلريشن تريانجل لو انت ما خدتش سكيل كبير من 1 ل 30 او 1 ل 40 او 1 ل 50، فالمثلث هيبهوأ منك وهيكبر منك بره الورقه اصلا. فعلشان نتفادى ده، فانت تشوف الاطوال اللي عندك واقسمها على طول على 30 او 40 او 50 على حسب السكيل المناسب ليك. طيب تعالى بقى هنا النوت 3 دي بقى مهمه جدا. النوت 3 دي مهمه جدا، بيقول لك ايه؟ طيب انت لازم علشان ترسم طبعا لازم تكتب معادله. هنرسم ايه يا باشمهندس؟ هنرسم المعادله اللي هنكتبها. نرسم المعادله اللي هنكتبها. طب المعادله اللي هنكتبها دي دايما معادله ريلاتيف، سواء انت هترسم بقى فيلوستي او اكسلريشن، فتبقى ريلاتيف فيلوستي او ريلاتيف اكسلريشن. خد بالك بس من المعلومه دي، مهمه جدا جدا جدا. طيب يعني ايه ريلاتيف؟ يعني نسبيه، معادله السرعه النسبيه او معادله العجله النسبيه. طب هي دي المعادله دي بنحتاجها ليه؟ علشان دايما بيكون عندك مجهول ومعلوم في المساله، بيكون عندك نقاط كده، نقط معلومه مساله ونقط مجهوله. ازاي يعني؟ يعني مثلا احنا لو رحنا على اي ميكانيزم وليكن الكرانك سلايدر ده، انا هرسمه لك دلوقتي اهو. ده سلايدر ودي بوينت فيكسيشن، دي مثلا بوينت A او دي بوينت O، دي بوينت A، دي بوينت. ماشي، بوينت A، بوينت A دايما مثلا يعني هنقول انها نقطة معلومة. يعني ايه برضه نقطة معلومة؟ اتفقنا ان ده اسمه لينك. طيب واللينك هنعتبره ريجيد. يعني ايه ريجيد؟ يعني جميع النقاط اللي على اللينك واخدين نفس السرعة ونفس العجلة. طب انا بتكلم على نقطة ايه؟ طب ما نقطة ايه دي على نفس اللينك اي او، مثلا اللينك اي او او لينك واحد ايا كان، وبرضه نقطة ايه مشتركة في اللينك الثاني اللي هو لينك اتنين. يعني نقطة ايه دي ما بين لينك واحد وما بين اللينك. طيب يعني ايه بقى اقصد انها معلومه؟ يعني سرعتها معروفه. طب سرعتها معروفه ازاي؟ بالنسبه لايه؟ بس انا قلت ايه؟ بالنسبه لمين؟ فانا نسبت نقطه ايه بالنسبه لنقطه معلومه اللي هي مين؟ الاو. ايه ده، هي نقطه او سرعتها معروفه؟ اه، ما هي دي سرعه الجراوند، سرعه النقطه او بصفر. ثابته، سرعه ثابته بصفر، يعني نقطه او دي ما بتتحركش. اروح انا علشان اجيب نقطه ايه هنسب المجهول اللي هو الانون، انا دلوقتي مش عارف نقطه ايه دي بكام، للمعلوم اللي هو الاو اللي هو النون. فروحت هنسب ايه الاو. ايوه، هنسبها ازاي؟ نكتبها ازاي؟ يبقى نقول الفي اي المجهول هيساوي المعلوم اللي هو الفي او زائد الريلاتيف اللي ما بينهم، زائد النسبيه اللي ما بينهم، في اي بالنسبه لاو. بنسم المجهول للمعلوم، في ايه بالنسبه له. ممكن تكتب في ايه بالنسبه لاو كده، وممكن تكتب في او كده على طول.
بس خلي بالك دي معادلة ايه؟ اتجاهات فيكتور. طب ليه يا باشمهندس فيكتور؟ لان الفيلوسيتي ببساطة فيكتور مش سكيلر. فانت لما تيجي ترسم، لما اقول لك ارسم الفيلوسيتي تريانجل او الاكسلريشن تريانجل، انا اقصد بالكلام ده ترسم المتجهات، متجه السرعات لكل نقطة في الميكانيزم، ومتجه العجلات لكل نقطة في الميكانيزم. هي دي مقصود. خلاص؟ طيب، فهي القصة كلها ان انا لازم يكون معايا معادلة نسبية انسب المجهول، يعني ده كده الانون، للمعلوم اللي هو مثلا لو هيكون مثلا بي، البي هي المجهول، يبقى الايه هو المعلوم. يبقى دايما احنا بنقول المجهول بيساوي، دايما بنقول يا باشمهندس المجهول بيساوي، يعني مثلا في بي بتساوي، يبقى البي هي المجهول اللي احنا عايزينه، والفي ايه هي المعلوم، زائد العلاقة النسبية بين السرعة النسبية بين بي لاي، يعني بي بتتحرك بالنسبة لايه قد ايه بكام، يبقى البي هنسيبها لايه. اتفقنا؟ طيب، والمفروض المثلث يطلع يعني حاجة زي، لسه هنقولها ازاي. خد بالك بقى دي كده ايه، يبقى دي ملحوظه مهمه جدا، علشان تعرف ترسم اي مثلث عجله او مثلث سرعه لازم يكون عندك معادله نسبيه هي دي اللي هترسم. خلي بالك ان انت من اي نقطه اصل، طبعا في بدايه الرسم، في بدايه رسم المثلث بتاع السرعه والعجله، بتحدد كده نقطه كده في اي حته في الورقه وتسميها او. ايه الاو ديت؟ الاو دي شامله الجراوند كله في المساله، شامله جميع نقاط الجراوند اللي انت بتعدها اول حاجه اول ما بتبدا الميكانيزم. احنا كنا بنبدا اي ميكانيزم ونقول جراوند رقم واحد ويعد مره واحده، بالظبط كده. فالجراوند انا هدي له نقطه، نقطه تحدد كل انواع الجراوند اللي موجوده عندك في الميكانيزم. شوف انت عندك كام جراوند، ما هو كده كده هم بياخدوا رقم واحد وهياخدوا نقطه واحده. لو انت رسمت اي متجه سرعه من الجراوند ده، او مثلا سي مثلا متجه زي اللي انا رسمته ده هنسميه في اي مثلا، فيلوستي للسرعه ايه، زي ما انت عارف طبعا المتجه عشان تعرف هو بكام بتقيس الطول ده، طول الارو ده هو الماجنتيود، هو الفاليو بتاع المتجه، وتشوف السهم رايح فين، هو ده الدايركشن. يبقى انا كده وصفت السرعه ماجنتيود ودايركشن. ليه؟ لان الفيلوستي عباره عن ايه؟ فيكتور، فيكتور كوانتيتي مش سكيلر. اتفقنا؟ طيب، انا لو رسمت سرعه كده فدي بنسميها سرعه ابسوليوت، سرعه مطلقه. حتى كمان انا عندي في اي بس، يعني انا عندي لتر واحد، حرف واحد، لكن لو جيت قلت في اي بي فعمري ما هرسم المتجه ده من نقطه الاصل او. امال هرسمه منين؟ هرسمه من نقطه A الى نقطه بي مثلا، او العكس من بي تو A. طب وده بناء على ايه؟ من A تو B ولا من B تو A؟ يفرق الاتجاه؟ يفرق جدا والله، على حسب انت ناسب مين لمين. لو انا قلت في اي بي يبقى انا كده ناسب ايه بالنسبه لبي، انا كده ناسب ايه بالنسبه لبي، يعني انا ناسب المجهول بالنسبه للمعلوم. دايما بنسب المجهول للمعلوم، المجهول بتاعك ايه والبي هي المعلومه، النقطه المعلومه سرعتها. طب انا هتحرك من اللي فين؟ من المعلوم للمجهول. يبقى الدايركشن لو انا سي مثلا دي نقطه بي ودي نقطه ايه، يبقى الاتجاه هيكون جاي من بي لايه. اتفقنا؟ طيب، يبقى لو انا برسم سرعه نسبيه، لو انا برسم سرعه نسبيه يبقى انا مش هرسمها من نقطه الاصل. بس ده اللي انا عايز اقوله في ملاحظه رقم 4، يبقى احنا مش هنرسم السرعات النسبيه من نقطه الاصل. ما نرسمها منين؟ هنرسمها من النقطتين بتوع السرعه. انت بتقول حرفين من A ل B مثلا، يبقى هترسم الاتجاه من B ل A. لو قلت V X Y يبقى من Y ل X، وهكذا. V 1 2 يبقى من 2 ل 1، من نقطه 2 لنقطه 1، وهكذا. خلاص؟ لكن من الاوريجين بوينت اللي هي نقطه الاصل بنرسم بس ايه؟ بنرسم الابسوليوت فيلوسيتي اللي هي السرعه لنقطه واحده، في ايه بس، في بي بس، في اكس بس، في سي بس. دي كلها سرعات طالعه من نقطه الاصل. كل الكلام ده هيوضح في المساء. وهنا دي خلاص اي ريتيف بوتل بتترسم من اي نقطه من الاثنين. اوكي، رسم الفيلوسيتي مش لازم يكون ليه نفس السكيل بتاع رسم المساله. يعني انت في الاول بترسم الميكانيزم زي ما اتفقنا بسكيل من 1 ل 2، من 1 ل 10، او من 1 ل 5، او من 1 ل 1 براحتك. انت لا، الفلوس ترنج ممكن ترسم له سكيل لوحده، والاكسليشن برضه ممكن ترسم له سكيل لوحده، بس خلي بالك ان الاكسليشن ليها مركبتين، اي تانجنت وانورمال.
الانورمال دايما بقول لك انها دايما دايما معروفه اتجاه ومقدار. ازاي؟ لان الانورمال قانونها ببساطه الاي نورمال اللي هي النورمال اكسلريشن، قانون الاي نورمال ببساطه اللي هو اي اوميجا سكوير على ار بس بالسالب، ده كده كماجنتيود. او ممكن واحد تاني يشتغل كده في سكوير، في سكوير على ار. هنا لا، اوميجا سكوير في ار، اسف، اوميجا سكوير مضروبه في ار، الريدس بتاع اللينك، او في سكوير على ار، ده صح وده صح. ده كده الاوميجا النورمال، ده كده كمقدار. يعني انت بتشوف الفيلوسيتي بتاعت اللينك بتاعتك سكوير تقسمها على الريدس بتاع اللينك اللي هو طول اللينك، والاوميجا هي الاوميجا بتاعت اللينك وتضربها اوميجا سكوير تضربها في ريدس اللينك برضه. طيب واضح شويه، اوميجا سكوير في الار. طيب ده كده انا ممكن اجيب الاتجاه بتاع، سوري، المقدار بتاع الانورم. طب الاتجاه بتاعها دايما بيكون في اتجاه مركز الدوران دايما. يعني مثلا لو انا عندي لينك ودي نقطه، دي نقطه A ودي نقطه B. طيب B هي مركز الدوران ليه؟ لانها هي متثبته. فانا كده فهمت ايه؟ ان الاي بي ده روتيشن موشن، بيتحرك حركه دورانيه، ان الاي بتلف حوالين بي. كده نقطه A بتلف حوالين نقطه بي، وده المركز بتاع السيركل ديت اللي اترسمت. اوكي طيب، فده معناه لو انا عايز اجيب الاي نورمال بتاع ايه، فاي نورمال ده هيبقى دي. من الاي، من النقطه المجهوله اللي انا مش عارفها للمعلوم. هنا بقى العكس، يبقى اتجاه الاي نورمال من المجهول للمعلوم. اتجاه مين؟ الاي نورمال. لكن اتجاه الفيلوستي النسبيه ما بين A و B مثلا يبقى من المعلوم للمجهول. اوكي طيب، ده الاي نورمال هيكون من الاي للبي على اساس ان البي هي مركز الدوره. فدايما ده اتجاهها على طول، الاي نورمال هيكون اتجاهها معروف، والمقدار بتاعها هتحسبه من المعادله دي او المعادله دي على حسب الجيفن اللي عندك. طيب ومش هينفع تحل اكسلريشن الا بعد ما تخلص الفيلوسيتي. واي عجله نورمال زي ما اتفقنا معلومه مقدار واتجاه، لكن العجله التانجنت بقى هي بتبقى دايما عموديه على العجله النورمال، وبتبقى بس اخري اللي انا اعرفها مقدار لكن مش عارفها. يعني الاي تانجنت هي قانونها الفا في الار، الالفا بتاعت اللينك اللي انت بتدرسه، والار اللي هو طول اللينك. انت ممكن تحسب يكون معاك الالفا تضربها في الار فتحسب الاي، الاي تانجنت. لو مش معايا الالفا مش هيبقى معايا مقدارها، فهي مش على طول الاي تانجنت بيبقى معايا مقدارها واتجاهها، في الغالب ما بيكونش معايا مقدارها واتجاهها، لكن الاي نورمال على طول معايا مقدارها واتجاهها. طيب في كمان شويه ملحوظات ثانيه، في شويه ملحوظات ثانيه برضو دي انا اعملها هنا في قلب المساله، لو نشوفها كده مع بعض. دي لسه يعني هنحلها، انا بس عايزك ايه، عايزك بس تركز معايا في الملحوظات ديت اللي تحت. بص يا باشمهندس، دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا هنرسم مثلثات سرعه وعجله. كويس، اول حاجه كده في بدايه المساله انت بتعد عدد الايكويشنات اللي عندك اللي انت هتحتاجها، علشان كل ايكويشن بتكتبها بترسمها. كل ايكويشن هنكتبها، كل ايكويشن ريلاتيف طبعا، فانا محتاجين معادلات نسبيه. طب انا بقى هحسب عدد المعادلات ازاي؟ عدد المعادلات هي عدد اللينكات ناقص واحد ببساطه. تعالى ازاي؟ انت هتعد عدد اللينكات زي ما بتجيب، وتجيب عدد ديجري اوف فريدم، بس تنقص اللينكات كلها ناقص واحد تجيب عدد المعادلات اللي انت محتاجها في المساله. ولو يكن مثلا عدد اللينكات سته ناقص واحد، يبقى انت محتاج خمس معادلات في المساله دي. طيب لو انت عندك اوميجا اللينك معروفه، يبقى انت محتاج ايكويشن واحده علشان تجيب النقطة اللي على اللينك اللي هي النقطة المجهولة، هي بالنسبة لي الأنور. إن إحنا اتفقنا هندسة إن أي لينك عبارة عن نقطتين، أي لينك عبارة عن نقطتين، هتلاقي نقطة معروفة ونقطة مجهولة. خلاص؟ نقطة معروفة ونقطة مجهولة. زي مثلا دي بي ودي A، فنقطة A أنا عايز أجيبها، لكن نقطة B معروفة، معروفة كإيه بقى؟
في كل حاجة معروفة مقدار واتجاه وكل حاجة معروفة في السرعة أو العجلة. فدايما هنسب المجهول للمعلوم، دايما هنسب ال بي، فتبقى المعادلة بينهم كده، يبقى ال بي اي اللي احنا عايزينها دايما بنقول مجهول بيساوي ال في اي بتساوي ال في بي زائد في اي بالنسبة ل بي. هكتب ايه الأول بعدين بي، هكتب اللي ورا بعدين اللي جوه. فأنا طيب، وبعدين نفك كل ترم لوحده، نشوف في بي معلومة بكام مقدار واتجاه، نشوف بقى في اي لوحدها ممكن نسيبها لنقطة تانية ولا لا. يعني لو أنا عندي مثلا زي لينك تاني وهنا نقطة سي، فأنا ممكن برضو أنسب A لسي اللي إحنا عايزينها، فبرضو هقول معادلة تانية، يبقى الـ VA إيكوال VC زائد VA بالنسبة لـ C. يبقى أنا بقى عندي معادلتين، شايف المعادلة ديت وشايف المعادلة دي، المعادلة الزرقاء والسودة دي، لو جيت رسمت دي ورسمت دي، تقاطع المعادلتين دول مع بعض يجيب لي النقطة إيه؟ إن النقطة إيه مشتركة في المعادلتين، نقطة A مشتركة في المعادلتين بتوعها. يبقى هندسة لو انت عندك من الاخر كده، احنا بنرسم ايه؟ بنرسم المثلث بتاع السرعة والعجلة علشان نجيب النقاط اللي على اللينك، سواء بقى اللينك ده متكون من نقطتين او من ثلاثة او من عشرة، فالمفروض نجيب كل نقطة موجودة على اللينك نوجدها في مثلثات السرعة والعجلة. بس فانت لو انت عايز تجيب نقطة على اللينك واللينك ده الاوميجا بتاعته معلومه نون، يبقى انت محتاج معادله واحده بس عشان تجيب النقطه بس كده. طيب لو الاوميجا بتاعت اللينك مش معلومه مجهوله، يبقى انت محتاج معادلتين زي ما انا ما عملت لك كده، معادلتين وتقاطع المعادلتين الانترسكشن ما بينهم يجيب لك النقطه. كل ده هنشوفه مع بعض، انا بس بفرش لك الدنيا يا باشمهندس علشان تعرف تحل. الكلام اللي انا قلته على الاوميجا هو هو الالف، يعني لو انت بتجيب عجله بتاعت نقطه معينه والالفا الانجلر اكسلريشن بتاعت اللينك ده برضو معلومه، يبقى انت محتاج معادله واحده عشان تجيب النقطه. طب لو الالفا بتاعت اللينك ده مجهوله، يبقى انت برضو محتاج معادلتين عشان توجد عجله النقطه دي بكام، تقاطع المعادلتين مع بعض. قبل بس ما اخش واحل مساله، اخر حاجه بس هقولها في الملاحظات، ان احنا لازم نكون عارفين انواع الحركه، انواع الحركه بشكل عام. هما نوعين من الحركه زي ما انتوا عارفين، يعني ميكانيكا. طبعا زي ما انتوا عارفين في الميكانيكا ان الموشن منها لينير ومنها روتيشن، منها خطي ومنها دوراني. خطي زي ايه في المساله؟ زي لو جاب لك سلايدر، زي لو جاب لك سلايدر، فالسلايدر ده بيكون حركته دايما موازيه للمسار وحركته ترانسليشن او سلايدنج، متزحلق يعني، متزحلق على مسار الباس بتاعه، على المسار بتاعه. فممكن تبقى السرعه بتاعته ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، والعجله ممكن تبقى برضو يمين او شمال، مش شرط العجله تبقى نفس اتجاه السرعه. مش شرط العجله تبقى في نفس اتجاه السرعه، ليه؟ لان ببساطه كده لو كانت العجله مع اتجاه السرعه هيكون كده عجله تزايديه، يعني معنى كده ان السلايدر ده سرعته بتزيد. ولو برضو العكس يبقى ده معناه ان انا عندي عجله تناقصيه، يعني ديسيلريت واكسلريت، يعني بسرع او ببطئ. اوكي طيب، وبرده المعلومه اللي انت عارفها ان لو السرعه ثابته يبقى الاكسلريشن بصفر. ده بالنسبه للحركه الخطيه. يبقى الحركه الخطيه، يبقى انا كده دايما اول ما بشوف السلايدر، اول ما اشوف السلايدر كده في الميكانيزم، يبقى انا اصنفه ايه؟ اصنفه ان هو لينير موشن. واتعامل معاه ازاي؟ ان السرعه بتاعته هيكون اتجاهها موازي للمسار. يبقى مهم جدا هندسه، طالما الفيلوسيتي فيكتور فلازم نحدد اتجاهها ومقدارها. اتجاهها هنا لو انا بتكلم على السلايدنج فهي اتجاهها موازي للسلايدنج. ها طيب، تعالى بقى نشوف الروتيشنال موشن، الحركه الدورانيه. الحركه الدورانيه لو انا عندي لينك بالمنظر ده كده متثبت نقطه، نقطه عندها السرعه بتاعته صفر، والنقطه الثانيه السرعه مش بصفر، وليكن نقطه ايه مثلا، فانا عايز اجيب سرعه ايه، وسرعه او بصفر دي سرعه معلومه. طب سرعه ايه هيكون مقدارها هي الاوميجا بتاعت اللينك في الار في الطول بتاع اللينك. اوميجا في ار زي ما انت عارف، اوميجا في ار زي ما انت عارف، تمام. الاوميجا في طول اللينك ايه او،
والطول ده من النقطة المعلومة للنقطة المجهولة اللي انت عايزها. طب اتجاه السرعة بيكون عمودي على المسار، يعني بص اللينك ده بيتحرك في الروتيشنال، بيتحرك في المسار الدائري ده، صح؟ اه اللينك ده بيتحرك في المسار الدائري ده، فاتجاه السرعة بتاعت ايه هتكون عمودية على اللينك اهو في الاتجاه اللي انا رسمه ده، ولا يمين لا شمال، لا يمين لا شمال، المهم يبقى الاتجاه مماس بيمس المسار تانجنت ومع اتجاه اوميجا. يعني بص اتجاه اوميجا عشان كده، فانا عشان كده رسمت في الاتجاه ده، فهو مش هيبقى كده، هيبقى شمال، هيبقى يمين، يبقى هيكون مع اتجاه اوميجا ومماس للمسار وفي نفس الوقت عمودي على اللينك. علشان كده بقول لك نرسم الميكانيزم عشان هناخد اعمده وموازيات. ده اللينك اهو هناخد عليه متجه عمودي عليه من نقطه A، يبقى هو هيكون تانجنت وبربنديكولار ويز، يعني سرعه النقطه A هتكون عموديه على اللينك AO ومع اتجاه الاوميجا، اتجاه الاوميجا بيلف كلوك وايز، يبقى ال VA زيها وعموديه ومماس للمسار. ده كده سرعه النقطه اللي على اي لينك بيدور روتيشن. طب تعالى نتكلم بالنسبه للاكسلريشن. نقطه ايه عندها مركبتين عجله، ايه نورمال زي ما قلت لك معروفه مقدار واتجاه من النقطه المجهوله للسنتر للمركز للمعلوم على طول، ده الايه نورمال، ده اتجاه. طب ومقدارها اوميجا سكوير في الار، او زي ما اتفقنا في سكوير على ار، ماشي ده صح وده صح. الفي اللي انت حسبتها يعني من فوق اللي هي الفي اي سكوير على ار، تمام. عشان كده بقول لك لازم تشتغل فيلوستي الاول وبعدين تشتغل اكسلريشن. طب والاي نورمال، الاي سوري تانجنت، الاي تانجنت بتكون عموديه على الاي نورمال ومماس برضو للمسار، ادي المسار اهو مماس لي وعموديه على الاي نورمال او عموديه على اللينك ومع اتجاه الالفا. لو انت بقى عندك الالفا كده يبقى الاي تانجنت تبقى كده، لو عندك الالفا العكس يبقى الاي تانجنت تبقى معاه، وبرضو مش شرط الالفا تبقى مع اتجاه الاوميجا، ولازم تبقى عارف معلومه كمان، لازم تبقى عارف معلومه كمان. كل الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه يا ريت تكتبوش في شويه نوتس او هو مكتوب اوريدي اللي يعجبك. لو انا عندي لينك اي بي متثبت مثلا عندي، لو كانت الاوميجا بتلف قلنا مع اتجاه الالفا يبقى كده بيحصل اكسلريشن. طب الاتجاه ده كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ لا الاتجاه دوت كلوك وايز. لو الاتجاه دوت كلوك وايز، لو الاتجاه ده كلوك وايز زي ما انت شايف هندسه، يبقى الاوميجا هتاخد اشاره سالبه والالفا هتاخد اشاره سالبه، هما الاثنين زي بعض. طيب لو عكسنا مثلا اتجاه الاوميجا او عكسنا اتجاه الالفا، يعني بقى عكس عقارب الساعه، فده معناه ان في الانتي كلوك وايز هيبقى اشاره الاوميجا بالموجب والالفا نفس الكلام بالموجب. اوكي ده لو هما مع بعض، ومش شرط برضو تكون الالفا مع اتجاه اوميجا، ممكن تلاقي الاوميجا في الاتجاه ده، ممكن تلاقي الالفا في العكس. على حسب المساله زي ما اتفقنا، لان في اكسلريت ودي سلاري. انا كده اتكلمت على الاتجاهات الاي نورمال اوميجا سكور في ار او في سكور على ار، تمام، واتجاهها دايما موازي لللينك، اتجاه الاي نورمال موازي لللينك اي او، ومن الاي للاو يعني من المجهول للمعلوم الى مركز الدوره. طب وبالنسبه للاي تانجنت اللي هي اخر حاجه بقى، بالنسبه للاي تانجنت فمقدارها بيتحسب بالفا في الار، الفا في اللينك طول اللينك اي او مثلا او او اي، واتجاهها بيكون عمودي على الاي نورمال او عمودي على اللينك اي او ومع اتجاه الالفا، ومع اتجاه الالفا وفي نفس الوقت بيكون مماس للمسار. انا لو عملت عمودي يبقى انا كده بمس المسار. ادي كده الفيكتورز اللي احنا عايزين نرسمها. طبعا احنا في مثلثات العجله بنرسم اي تانجنت واي نورمال، مثلثات السرعات بنرسم فيلوستي بس، سواء بقى الفيلوستي دي سلايدر يعني لينير او روتيشنال اوميجا في ار. اتفقنا هندسه؟ طيب تعالى بقى نبدا كده نحل كده الكرانك سلايدر ميكانيزم ونطبق عليه كل الملاحظات اللي احنا لسه قايلينها. ادي المساله يا باشمهندس جايه لك كده. بيقول لك هنا ايه بقى؟ ادي السلايدر اهو. السلايدر دوت متوصل بكونكتنج رود اللي هو طوله 2 متر،
والكونكتنج رود متوصل مع الكرانك شافت اللي هو طوله نص متر، ومتثبت الكرانك شافت في النقطه اللي اسمها او. فانا اول حاجه زي ما اتفقت معاكم هنحسب الديجري اوف فريدم، يعني نعد عدد اللينكات والكلام اللي انت فاهمه ده. طب تعالى نعد عدد اللينكات. الجراوند يعد مره واحده، بياخد واحد اهو، ده كمان جراوند. السلايدر هنديه رقم، او نبدا من هنا مثلا هندي للكرانك رقم 2، ويبقى الكونكتنج رود رقم 3، والسلايدر هيبقى رقم 4. انت كده لو عديت عدد اللينكات يبقى الان ب 4. ماشي. طيب تعالى نشوف اللور بيرز اللي هي البي 5. هنا في وصله واحده بي 5، هنا في وصله واحده بي 5، هنا في وصلتين، لان السلايدر 4 مع 3 وسلايدر 4 مع جراوند، يبقى انت عندك هنا 2 بي 5. يبقى عدد البي 5 كام؟ ادي 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 4، يبقى انت عندك 4 بي 5. طيب جميل. طب في هنا بي 4؟ لا، بي 4 بس. يبقى انت لو عايز تجيب الديجري اوف فريدم ببساطه، يبقى الديجري اوف فريدم هتبقى ال 3 في ان ناقص 1، 4 ناقص 1 ناقص 2 في البي 5 4 ناقص 0. يبقى انت لو جيت حسبت الكلام ده كله، 4 ناقص 1 3، 3 في 3 9، 9 ناقص 8، يبقى الديجري اوف فريدم درجه واحده حريه. وقلت لك معظم الميكانيزمات هتديك نفس الدرجه دي، درجه واحده حريه. كده احنا تقريبا خدنا اول درجه او اول درجتين، على حسب يعني هو مقسم بقى الحته دي مرتين سؤالين ولا سؤال واحد ديجري اوف فريدم وخلاص. طيب جميل جدا. هو بقى تعالى نبص بقى للجيفن داتا. هو بيديك ايه بقى؟ بيديك ايه؟ بيدينا الار بي ام بتاعت لينك 2 اهو اللي هو الكرانك يعني، ومدينا كمان اتجاه الاوميجا بتاعه. طيب ما انا ببساطه ممكن احسب الاوميجا، ما تنساش طبعا قانون الاوميجا اللي هو 2 باي نعس تي. ببساطه انا ممكن احسب كده الاوميجا لللينك 2، صح؟ اجهز نفسي يعني. طيب جميل. طبعا ادي الحل اهو، ده الحل اهو، ادي حسبنا اهو الديجري اوف فريدم بتاعت واحده فعلا. تمام. ايه تاني مدينا؟ مدينا بقى الاطوال، مدينا طول ال A B ب 2، وطول ال A O نص، وطول طبعا والثيتا 45. ليه هو مدينا الاطوال ومدينا الزاويه؟ علشان زي ما قلت لك انت هترسم الميكانيزم، فلازم يديك معطيات عشان تعرف ترسم. طب كده الاطوال بتاعتي دي مناسبه ان انا ارسم الميكانيزم ولا اخد سكيل معين؟ طبعا انا شايف 2 متر ونص متر، فانا ممكن ايه اقول ايه يعني كده اكبر من 500 مللي طبعا. فانا ممكن اعتبر بقى طبعا يعني مثلا ال 2 متر ديت، يعني اي سكيل تاخده براحتك. انا ممكن ارسم مثلا 1 ل 20 مثلا، اعتبر ان النص متر ده السكيل مثلا، انا اعتبر نص متر هي 2.5 سم. انت حر، اعمل اللي انت عايزه، خد السكيل اللي يعجبك وامشي عليه. يبقى لو النص متر 2.5 سنتي، يبقى ال 2 متر بكام؟ ب 10 سنتي بس. هو ده اطول طول في المساله كلها، اطول بعد في المساله كلها 2 متر. فانا بقيس السكيل على اطول بعد. يبقى انا اقصى حاجه هقيسها او هرسمها 10 سنتي علشان اعرف ارسم الميكانيزم. فانا اول حاجه هعملها هرسم الميكانيزم. فتعالى بقى نروح نرسم الميكانيزم في الورقه البيضاء بتاعتنا. نبدا كده نرسم بتاعنا. هنعمل بقى ايه اللي هو الجراوند الاول. طبعا انت يبقى معاك ادواتك بقى، يبقى معاك الاله بتاعتك، يبقى معاك المثلثات عشان تاخد الموازيات والاعمده والكلام اللي ايه بتاع الرسم الهندسي. طيب هو قايل لي ان في هنا 45 درجه، فانا هروح مايل ب 45 درجه كده بالمسطره. طبعا هي المسطره اللي معايا دي فيها منقله، فانت تجيب المنقله بتاعتك خلاص، تروح مايل ب 45 درجه، واروح راسم من هنا السكيل بتاعك بقى اللي هو المفروض النص متر. خلاص النص متر انا اعتبرته 2.5 سم، ايا كان بقى، ايا كان يعني براحتك. انا هرسم هنا ايه سريعا يعني، وبعدين هوصل النقطه دي بالنقطه دي. اعدل بس اقرا كده. نروح موصلين بقى ايه النقط ببعضها.
بس عشان بس ايه نرسم الميكانيزم بتاعنا موصلين كده. تمام وكده، شكرا للمسطره بتاعتي. طيب ده كده المفروض يعني شكل الميكانيزم بتاعنا. هنا كانت النقطة A وهنا النقطة O اللي هي الفيكسيشن خلاص، وهنا السلايدر بتاعك اللي بيتحرك اللي هو واخد B عند النقطة B، ده السلايدر كده عند النقطة B كويس. وهنا كانت طول 2 متر وهنا كانت طول نص متر. خلاص احنا رسمنا كل ده، احنا مش محتاج بقى الأطوال في حاجة يعني. تمام طب تعالى برضو نتأكد اهي، ادي رسمتنا اهو، ادي المسألة اهي زي ما احنا ما عملنا، والزاوية 45 والكلام ايه الجميل اللي بيشوف ده الكرانك، ودي A ودي B ودي O. طيب هو بقى عايز مننا ايه؟ يقول لك هات الفيلوستي بتاعة السلايدر B، يعني عايز السرعة بتاعة النقطة B، وعايز كمان الأوميجا C، وعايز الأوميجا اللي بيلف بيها الكونكت رود 3، عايز الاوميجا اللي بيلف بيها الكونكت رود. فاحنا طبعا اتفقنا خلاص ان ده الجراوند واحد اوكي واحد، وده اللينك ده ياخد اثنين واللينك ده ياخد ثلاثه خلاص كده تمام. فهو مدينا زي ما قلت لك كده، هو مدينا الار بي ام، هو مدينا يا شباب الار بي ام ب 180. فاروح انا على طول اجيب مين؟ اجيب الاوميجا على طول، دي اول حاجه احسبها. انا بقى مش هعمل الحسابات تحت الميكانيزم زي ما اتفقت معاكم كده من شويه، ان انا عايزهم كلهم في صفحه واحده، فانا هخلي الميكانيزم اهو فوق مثلا، وهنا مثلا هرسم الفيلوستي وهنا هرسم الاكسلريشن يعني، وتحت بعض عشان الموازيات والاعمال. فانا هعمل حسابات جنب الميكانيزم، وانت اعمل كده في الفاينل ان شاء الله. بس وبعد ما توصل للحسابات بتاعتك في الاخر هتعمل تشوز بقى للانسر في الاخر، يعني انت تمشي بالستبس بتاعتك عادي جدا، وهيديك ورقه اجابه ما فيش اي مشكله، وبعد كده تختار الفاينل انسر الصح. بس طيب احنا هنعمل حساباتنا اهو. احنا اول حاجه معانا الار بي ام بتاعه اللينك 2 الان 2 شويه ايه الان 2 هو من هنا 180، فانا من هنا اجيب الاوميجا 2، يبقى الاوميجا 2 2 باي ان على 60، يبقى 2 باي في ال 180 على 60، بيبقى الاوميجا 2 طالع معانا يا باشمهندسين 18.85 راد بير سكند. هو حتى مدينا اتجاه الاوميجا، هو مدينا اتجاه الاوميجا اتجاه ايه؟ كلوك وايز، اتجاه كلوك وايز اللي هو المفروض الاتجاه النيجاتيف اتفقنا عليه. طيب ما علينا، ده كده الاوميجا. بعد كده هو طالب منك طبعا سرعه الفي بي، هو طالب على جنب كده سرعه الفي بي هتقاله بكام والاوميجا 3 بكام، هي دي الانطونز اللي هو عايزها، بس ما نسرعش. طيب دلوقتي بقى هنبدا نقطه نقطه، هنمشي بقى نقطه نقطه ونمشي بالنص اللي احنا اتفقنا عليها من شويه، اللي هي ايه بقى؟ احنا قلنا احنا بنرسم نقاط، احنا بنرسم معادلات. طيب انا دلوقتي معايا الاوميجا 2، انا دلوقتي املك الاوميجا، فانا هبدا دايما باللينك اللي عليه الاوميجا، يعني دايما انا هبدا باللينك اللي الاوميجا بتاعته جاهزه، او انا معايا الاوميجا 2 جاهزه. اللينك ده عليه نقطتين صح، اللي هو اللينك اي او اللي هي نقطه او نقطه اي. طب نقطه او سرعتها معلومه؟ اه والله هي فيكسد البي او بصفر معروف العسل. طب والفي اي؟ لا دي انون، دي مجهوله. طب وعلشان هي مجهوله، طب هي محتاجه كم معادله علشان اجيبها؟ محتاجه والله معادله واحده، يبقى هي محتاجه معادله واحده. طب ليه يا باشمهندس معادله واحده؟ علشان الاوميجا موجوده جيفن اهي، انا حسبتها خلاص، الاوميجا بتاعت اللينك اللي عليها النقطه ايه خلاص موجوده. وانا قلت لك من شويه، شوف النوتس بقى فادتنا من هنا، وانا قلت لك من شويه طالما الاوميجا بتاعت اللينك موجوده برقم او اتحسبت، يبقى ده معناه انت محتاج بس وان ايكويشن عشان تعرف تجيب النقطه اللي عليه، عشان تعرف تجيب ايه النقطه اللي عليه. طيب وقلنا علشان نرسم لازم نكتب معادله نسبيه. طب ايه المعادله النسبيه الايه ديت؟ هنسيبها لايه؟ هنسيبها لمعلوم دايما، فين المعلوم هنا؟ هي نقطه او، يبقى نكتب في اي
equal VO VA vector equal VAO vector طبعا ده vector كله plus VA بالنسبة لO يبقى أنا كده أنا سبت الـ LO المجهول للمعلوم vector بقى. طيب جميل جدا أنا محتاج أجيب الـ VA أجيب النقطة A طب والنقطة O بصفر زي ما احنا ما قلنا طب والـ VA بالنسبة لO هي الـ VA يعني بص كده الـ VA الآخر لما دي تبقى بصفر هي الـ VA بالنسبة لO صح ولا لا؟ بتساوي كام بقى؟ الأوميجا بتاعة اللينك 2 في الـ R اللي هو طول اللينك AO يلا نحسب الكلام ده بسرعة يبقى الـ VA زي ما احنا يبقى الـ VA الأوميجا بتاعة اللينك 18.5 في الراديوس بتاع اللينك ده هو كام؟ كده بقى الأطوال مهمة نص متر وهنا 2 ده راديوس ده نص يبقى في نص طب 18.85 في نص متر فدي طلعت معانا 9.43 متر على الثانية طب ده كده مقدار احنا اتفقنا السرعات دي كلها فيكتور يبقى لازم اتجاه طب الاتجاه بتاع السرعه ايه؟ الاتجاه بتاع السرعه ايه؟ هيكون اتجاهه ايه؟ اتفقنا ان هو هيكون عمودي على اللينك اي او وفي اتجاه اوميجا مع اتجاه اوميجا يعني في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده هي الاوميجا اصلا مع عقارب الساعه في الاتجاه ده خلاص؟ فانهي اتجاه في الاتجاه ده مع اوميجا بس ده يبقى الاتجاه بتاعه طب على طول اي معادله تكتبها ارسمها يبقى انا دلوقتي انا جاهز معايا النقطه انا ممكن اوصف ايه على طول فنروح رايحين على طول في الرسم بتاعنا اهو احنا هنرسم تحت الميكانيزم على طول ونروح عاملين نقطه اصل في اي حته كده في الفراغ نقطه اصل في اي حته في الفراغ اي حته وليكن هنا بسميها او الاو دي شامله ايه الاو دي شامله الجراوند ده والجراوند ده الجراوند مكتوب عليه رقم واحد اوكي من نقطة الأصل زي ما اتفقت معاكم بنرسم أي سرعات أبسليوت. طب الـ VA اللي إحنا جبناها دي يا باشمهندسين، الـ VA اللي إحنا جبناها ديت مش هي V لنقطة واحدة ولا النقطتين منصوبين لبعض؟ هي نقطة واحدة. رقم أهي. يبقى هتطلع من نقطة الأصل. يبقى أنا دلوقتي هعمل إيه؟ هطلع من نقطة الأصل O ديت بسرعة الـ VA كمقدار 9.43 وكاتجاه اللي هو عمودي على اللينك AO. طب الاول بس مش انت هترسم يبقى هتعمل سكيل للرسم بتاعك دلوقتي ترسم فيلوسيتي ترينج طب السكيل بتاعك هيكون قد ايه ممكن نرسم فيلوسيتي ترينج مثلا من 1 ل 2 السكيل بتاعنا 1 ل 2 يعني ايه من 1 ل 2 يعني انت دلوقتي الرقم ده 9.4 هعتبره قد ايه اقسمه على الاثنين اقسمه على الاثنين هيعتبر 3.9 خلاص ده الرقم ده اقسمه على الاثنين يعني 9.43 متر على الثانية هيعتبر ايه يا باشمهندس؟ هيعتبر 3 سنتي و9 سنتي يعني انا اعتبرت 9 متر 3 سنتي زي ما رسمت الميكانيزم من شوية يعني انا شوية في الميكانيزم اعتبرت ان النص متر 2.5 سنتي ده السكيل بتاعي يبقى على طول ال 2 متر ب 10 سنتي طيب هنا نفس الكلام انا اعتبرت ان 9.4 متر بالثانيه هي 3.9 سم خد السكيل اللي يعجبك خد السكيل اللي يعجبك وبناء على كده نجيب بقيه الابعاد نضرب في 2 بعد انا قسمت على قسمت الانسر جالي ده علي فاحنا دلوقتي الرقم اللي هو جالي ده في السرعات انا هرسمه اطوال يعني الرقم ده السرعه بتساوي 9.4 انا هرسم طول السرعه هرسم طول متجه السرعه خد بالك انا برسم اطوال او برسم متجهات خلاص تمام فطول متجه السرعه طوله في الرسم بعد ما خدت السكيل 3 سم و9 يعني قول 4 سم خلاص طيب هنرسمه ازاي زي ما اتفقنا كده من شويه اهو زي ما اتفقنا من شويه نرسمه عمودي على اللينك اي او عمودي نروح جايبين المثلث بتاعنا عايز عمودي على المفروض ايه؟ تظبط شرطه من شرط المثلث بتاعك تكون عموديه على اللينك وطالعه منين؟
وطالعه من الاو اهو. يس ده نمسح اللي احنا كتبناه ده، خلاص ده السكيل بتاعك خلاص زي ما انت عارف. اوكي السكيل بتاعنا هنا ليه على جنب كده او فوق خالص، سكيل الفلوستي خلاص خلينا 9.4 9.43 خليناها كانها 3.9. اوكي احنا دلوقتي هناخد بقى خط عمودي على اللينك ايه. انا ظبطت شرطه من شرط المسطرة عندي واخد ايه نقطه الاصل اهو، نقطه الاصل خط كده طوله قد ايه اهو، الخط ده طوله قد ايه يا جماعه؟ الخط ده طوله 3.9 هطلع 3.9 سطر مثلا 3 وال 4 يعني او مثلا انا ايه بصراحه انا هرسمه اكبر شويه عشان تبقى رسم عشان تبقى شايف. انت بقى ممكن تظبط انت السكيل في الورقه بتاعتك وتعيش مفيش مشكله. طب ده كده انا وصلت لحد هنا، يبقى دي كده نقطه ايه، كده انا حددت نقطه ايه كمقدار وكمان اتجاه، يبقى تحط سهم، يبقى تحط سهم. انا كده حددت مقدار واتجاه، طول المتجه ده قد ايه؟ 3.9 سم خلاص كده. طيب واتجاهه عمودي على اللينك ده زي ما شفنا من شويه اهو، عمودي على اللينك بالظبط. وده جه منين؟ عمودي على اللينك، عمودي على اللينك اي او ومع اتجاه اوميجا، مع اتجاه اوميجا كده كويس. ادينا رسمنا اول معادله كتبناها. خش على المعادله اللي بعد كده. دلوقتي احنا عايزين، احنا جبنا النقطه ايه؟ اصلنا نجيب النقطه بي. طب نقطه بي ديت، او قبل بس ما نكمل، مش احنا قلنا من شويه نعد عدد المعدات؟ انا عندي كام لينك زي ما قلت من شويه؟ عندي والله 3 لينكات 3. يبقى عدد المعدات اللي احنا محتاجينها ان ناقص 1 3 ناقص 1، لا هم مش 3 هم 4 4 لينك 4 لينك، يعني 4 ناقص 1 يعني انا محتاج 3 معدلات في المثلث. 3 معدلات سواء هترسم السرعه او العجله، يعني احنا 3 معدلات محتاجينهم للسرعات وللعجلات. خلاص تمام. طيب احنا اول معادله فيهم اهي كتبناها ورسمناها كده، اول معادله ناقص لنا كده ايه؟ معادلتين. ويبقى كده خلصنا مثلث السرعات. يبقى انت برضو بتحدد حدودك هتبقى ازاي؟ هتبقى من اللي فين. طيب جميل، تعال بقى نمسك الكلام ده برضو، نمسك نفس الكلام نفس الحدوته. دلوقتي احنا وصفنا النقطة ايه، عايزين نجيب النقطة بي. طب ما نقطة بي ديت هننسبها برضو لمين؟ هننسبها للمعلوم اللي هو بقى ايه بقى، مش بقت ايه معلومة دلوقتي؟ مقدار واتجاه. طيب نقطة بي ممكن ننسبها ليه؟ ادي ايكويجن، ادي ايكويجن فاضل، ممكن ننسبها للجراوند النقطة الاصل. انا كده كتبت المعادله. تعالى نعمل الكلام ده بقى، تعالى نعمل الكلام تحت كده اهو، نروح قايلين يبقى الفي بي انا ممكن انسبها لاي، يبقى الفي بي بتساوي في اي زائد في بي بالنسبه لاي. كويس بيرفكت، في بي تساوي في اي زائد في بي بالنسبه لاي بيرفكت. طيب الفي بي دي مجهوله انون، احنا دايما بنقول المجهول بيساوي، والفي اي المعلومه مقدار واتجاه لسه حتى رسمنا. يعني انا عايز اقول ايه في المعدل؟ ان من بعد نقطه ايه زود الفيكتور ده في بي بالنسبه لي. طب في بي بالنسبه لي انت عارف في ايه؟ ده سرعه اللينك، ده سرعه اللينك اي بي يا باشمهندس، ده سرعه اللينك اي بي، ده سرعه اللينك اي بي. طب سرعه اللينك اي بي ده المفروض نجيبه ازاي؟ ببساطه هو عباره عن الفي بي بالنسبه لايه، ده عباره عن الاوميجا بتاعت اللينك اللي هي اوميجا 3 بالريديوس بتاع الاي بي، الريديوس بتاع الاي بي. طب ريديوس اي بي معانا لكن الاوميجا مش معانا، فده معناه ان انا مش عارفه مقدار. طب كاتجاه تقريبا عارف ازاي؟ هيكون عمودي على اللينك اي بي، هيكون عمودي على اللينك اي بي وفي نفس الوقت مع اتجاه اوميجا. طب انا ما اعرفش الاوميجا بتاعت لينك 3 ماشيه ازاي، فعلشان كده ايه انا هعملها بقى محل لا يمشي لفوق لا ينزل لتحت. انا لو خدت عمودي على ده كده لا يطلع لفوق
لينزل لتحت، صح؟ فالاتجاه العمودي ده هو اتجاه الفيلوسيتي فيكتور بتاع الاي بي. فانا مش عارف، علشان انا مش عارف هعمل محل هندسي لا فوق لا تحت. اوكي ماشي، لحد بايه ما نثبت الصح. طيب ده بالنسبه للفي بي اي. طب الفي بي نفسها، الفي بي اللي ممكن ننسبها لنقطه الاصل، دي بقى المعادله، يبقى دي كده المعادله الثانيه. خش بقى على المعادله الثالثه، يبقى انا نسبت البي بالنسبه لايه، ناقص لي بس انسب البي بالنسبه للجراوند اللي هي نقطه الاصل. في بي هتساوي الفي او زائد في بي بالنسبه للاو، في او على طول بصفر، على طول نقطه الجراوند بصفر. فتفضل عندك الفي بي فيكتور هي هي الفي بي بالنسبه للاو فيكتور، اللي هي اصلا عباره عن سرعه السلايدر، سلايدر فيلوسيتي، سرعه السلايدر. هو لو طلعنا كده اه دي سرعه السلايدر. طب السلايدر بيتحرك ازاي؟ مش بيتحرك موازي للمسار، ما يتحرك للاتجاه ده، يلف الاتجاه ده. فانا مش عارف برضو، هنعمل محل هندسي، احنا نقول السرعه مقدار انا مش عارف، لكن كاتجاه موازي للسلايدنج باث، عشان ممكن يسالها لكم سؤال نظري كده يعني، موازي للسلايدنج باث ولف الاتجاه ده، لف الاتجاه ده بس كده. المفروض ان تقاطع المعادله رقم 2 مع المعادله رقم 3 يجيب لي النقطه دي على طول. وهل انا كده هكمل بقيه المعادلات الثانيه؟ لا خلاص كده خلصت. هو انا حسبت عدد معادلاتي على حسب عدد اللينكات، انا عندي عدد اللينكات 4 نقصت منها 1 فتفضل 3 معادلات. اوكي طيب، فتعالى بقى نرسم بقى، تعالى نرسم النقطه 2 سوري المعادله 2. المعادله 2 علشان نرسمها، فانا هاجي من عند النقطه A اهو، انا بقرا المعادله وبرسمها. انت عايز تجيب النقطه B، فمن عند النقطة A الـ VB بتساوي الـ VA زائد VB بالنسبة لـ A، يبقى زود على النقطة A محل هندسي للـ VB بالنسبة لـ A. طب محل هندسي هنجيبه ازاي؟ اللي هو المفروض فيكتور عمودي على اللينك AB وفي اتجاه لا لفوق لا لتحت. يلا نعمل الكلام ده. المعادلة اللي تكتبها يا باشمهندس ارسمها. تجيب بقى المسطرة أو تجيب المثلث اللي أنت بالنسبة لك هتجيب المثلث. ونلف بقى لحد نجيب ايه؟ خط عمودي على اللينك بتاعنا. اهو مثلا. المفروض ده بقى نرسمه. يعني ايه؟ ناخد طيب موازي، ممكن ناخد موازي. ايه كده اهو. مظبوط، خط من خطوط الطرق او خط المثلث بالنسبه لك انت. وناخد خط موازي كده. الخط ده ناخد منه موازي برضه. لحد ما نروح للنقطة A. الخط ده لو خدته زي ما هو كده. أو خدت موازي هنا كده. تعالى بقى ناخد من هنا بقى. نقطة A. بالظبط. تاخد موازيات يعني لحد ما تروح للنقطة. أوكي؟ فهتبقى النقطة A بتاعتك. أوكي؟ يعني دي ثابتة. انا هعمل هنا محل هندسي، انا مش عارف والله هو هيبقى السرعه تبقى لفوق ولا لتحت، فاروح عامل خط منقط كده يا باشمهندس، عامل خط منقط كده واروح كاتب عليه محل هندسي. خلاص ده كده خط منقط، واروح كاتب على الخط ده محل هندسي للبي بي بالنسبه لي. اتفقنا؟ طيب كفيكتور طبعا، بس لسه انا مش عارف هو فين بالظبط. طب تعالى نعمل بقى ايه السلايدنج باث، نعمله بلون تاني بقى بالاسود، نجيب المسطره برضو. السلايدنج باث ده يعني موازي للمسار. طب هو السلايدر ده اللي هيتحرك يمين او شمال صح؟ طيب هي الفي بي ديت يا فندم، الفي بي ديت مش هي لتر واحد ولا اتنين؟ اه لتر واحد، يعني هي ابسليوت ولا ريلاتيف؟ لا ابسليوت، يعني طالعه من نقطه الاصل ببساطه يعني. دون بس تاني كده، تعالى بقى كده نرسم من نقطة القصر خط موازي. المفروض طبعا يعني اهو بالعين اهو بالنظر الخط ده هيتقاطع مع ده، فده كده محل هندسي اهو للسلايدنج باث. حلو الكلام؟ حلو، فده كده محل هندسي للفي بي. طب ما خلاص بقى، مش هما الاثنين دول الخطين دول تقاطعوا هنا مع بعض؟ شكرا، يبقى انا كده عملت المثلث. يبقى انا همسح الزيادات.
يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ايه يا هندسه؟ تعالى اللفت كده، تقل بقى خطوطك، مجرد بقى ما خلاص عملت تقاطع للنقطه بتاعتك، تقل بقى الخطوط بتاعتك وامسح الزيادات. بس انا بعملها لكم بالتفصيل يعني علشان كاني انا انت في الامتحان. اوكي طيب، برضو لف المسطره وتقل خطوط، انت طبعا هتبقى اسرع مني. زيرو ده موازي، انجل زيرو، تقلته بقى. خلاص مش محتاجين مسطره في حاجه كده، بقى نمسح الزياده يا هندسه، مش محتاجين بقى كل ده، خلاص كل ده خلاص تمام بالنا خلاص. يبقى الاول ما يتقاطعوا مع بعض، يبقى النقطه اللي تقاطع فيها دي هي نقطه مين على طول؟ يعني هي نقطه بي. بس هو ده اللي احنا بنقوله، تقاطع المتجهين او تقاطع المعادلتين يديني النقطه المجهوله. عشان كده احنا كنا بنقول ان نقطه بي محتاجه معادلتين عشان اوصفها، لان نقطه بي ببساطه انا مش معايا الاوميجا 3. طالما انت مش معاك الاوميجا بتاعت اللينك، يبقى انت محتاج معادلتين عشان تجيب النقطه نفسها اللي على اللينك، اللي هي نقطه بي اللي احنا جبناها دلوقتي. اوكي طيب، الاتجاه بقى هندسه، الاتجاه هيكون من بي لاي ولا من بي؟ يعني دي كده في بي اي ودي كده في بي. اهم حاجه بقى الاسهم دلوقتي، الاتجاه هيكون من ال بي ولا من بي لاي؟ دايما الاتجاه بالنسبه للريلاتيف فيلوسيتي هيكون من المعلوم للمجهول، من المعلوم من A to B يعني. يعني أنا نازل لتحت تمام، ده اتجاه الـ VB بالنسبة لـ A. طيب وبالنسبة للـ VB Absolute، طبعا طالعة من الزيرو في الاتجاه بقى اللي رايحة له للنقطة، فاتجاهها دايما أنا طالع من الزيرو رايح يمين أو شمال. طب ولو أنت عايز تتأكد أكتر، بص على المعادلة اللي رابطة ما بينهم أهي، المعادلة دي اقراها كده. ال VB مش تعتبر ال VB دي كده هي الريزلتنت فيكتور؟ عارف انت كده لما تكون عندك متجهات هندسه كده، ادي اكس فيكتور واي فيكتور، عايز تجيب الريزلتنت فيكتور، هتجيب انت فيكتور من اول فيكتور لاخر فيكتور تقفل عليهم هما الاثنين صح، والفيكتور ده تسميه مثلا زد، وتيجي تقول يبقى الزد فيكتور ده عباره عن ايه؟ الاكس فيكتور بلس الواي فيكتور، صح كده؟ تمام، ده على اساس ان الزد ده هو مين؟ هو المحصله الريزلتنت فيكتور، صح؟ طب ما هو ده اللي حصل، المجهول النقطه المجهوله دايما هي اللي بتكون المحصله اللي بتقفل المثلث. من الاخر الفي بي هي المحصله اللي بتقفل اي مع بي اي. بص بقى، في بي هي المحصله اهي اللي قفلت في اي وراها في بي بالنسبه لاي، يبقى الاسهم سهم الفي اي وراه على طول السهم بتاع الفي بي بالنسبه لاي. في هندسه يبقى انت كده حالل صح، ده كده بالنسبه لمثلث السرعات بتاع المساله دي. هي مساله طويله، اه طويله ده حقيقي، ومحتاجه تدريب الوقت زي ما قلت لك، محتاجه تدريب، انت يعني بصراحه بتسارع الوقت، دي مهمتك يعني. طيب انا لما رسمت بقى اطلع شويه معطيات، يعني فائده المثلث ده ايه؟ اللي انا بطلع منه بقى ايه؟ السرعات كلها بتاعت الميكانيزم. ازاي يعني؟ ما انا دلوقتي، مش انا راسم المثلث ده سكيل من 1 ل 2 صح؟ طب ما انا ممكن اقيس اي طول، ما هو ده السرعه، ما ده المتجه بتاع السرعه اصلا. يبقى اقدر احسب الفي بي ايه؟ اقدر احسب الفي بي، مظبوط. الفي بي كده كده هي محسوبه، لا سوري الفي بي مش محسوبه، الفي اي اسف هي محسوبه اهي، فروم على جنب كده، فروم فيلوسيتي تريانجل المثلث السرعات بتاعنا اللي احنا حسبناه ده. فانا ممكن انا طلعت الفي اي كده كده موجوده معايا 9.43 متر عسل. طب ممكن اطلع الفي بي، اقيس من هنا لهنا، اقيس من هنا لهنا هندسه، واضرب في السكيل اللي هو الاثنين، يبقى الفي بي مثلا لما نقست، طلعت 3.42، ولما هو هضرب في اثنين فيطلع الطول الحقيقي بقى 6.84 متر عسل. يبقى انا ليه بضرب في السكيل؟ عشان يطلع لي السرعه الحقيقيه، لكن انا لو قست بس وكتبت الرقم فدي السرعه بالنسبه للسكيل بتاعك انت، مش بالنسبه للمساله، خلاص كده؟ لكن ده السكيل الحقيقي لما ضربت.
لا دي السرعه الحقيقيه لما ضربت. طيب الفي بي اي برضو نفس الكلام، هقيسها واضرب في الاسكيل، يبقى الفي بي اي لما قسناها، انا اسف انا جبت الفي بي اي ديت كده، الفي بي اي اللي هي 6.84 دي الفي بي اي، انا لما قست الفي بي اي فطلعت 3.4، هنضربه في السكيل طلعت 6.84. اوكي طيب، هو كمان كان عايز الاوميجا 3 لو فاكرين الريكوارد اهو، كان عايز الاوميجا 3، فالاوميجا ببساطه يعني هي الفي بي اي على الار، هي الاوميجا 3 هي دي بتاعت الاي بي. طب الفي بي اي بكام؟ 6.84 على الار اللي هو طول الاي بي بكام؟ ب 2 متر بالظبط كده، فنقسم على الاثنين فطلعت الاوميجا 3 ب 3.4 راد بير سكند. اوكي ولو طلع، لو انت عايز تعرف اتجاه الاوميجا 3 بص على الفي بي اي نازله لتحت كده صح، يبقى الاوميجا 3 تمشي بس مع عقارب الساعه، لان المفروض ان السرعات ماشيه مع الاوميجات والعجلات ماشيه مع الالفات بس. طب باشمهندس انت ما جبتش ليه سرعه الفي بي؟ لا ممكن تجيبها ما فيش اي مشكله، قيسها واضرب في السكيل عادي، انا ما جبتهاش يعني بس قيسها واضرب في السكيل، انا هجيبها في العجلات يعني، انا برضو هضطر ارجع للسرعه علشان اجيب العجلات. انت جيب كل حاجه من مثلث السرعات، جيب كل سرعه موجوده عندك بعد ما رسمت مثلث السرعات على طول عشان ما ترجعش ورا تاني. فانا بعد ما قست وحسبت فالفي بي، الفي بي طالعه 3.9 بعد ما قست وضربت 3.9 متر على الثانيه، ده الفي بي. فانا كده جبت كل حاجه، فانا جبت السرعه في بي ومعايا السرعه في اي، وجبت السرعه في بي بالنسبه لايه، هو ده فايده مثلث السرعات. ليه بقى بجيب كل السرعات؟ علشان السرعات دي كلها هحسب منها نورمال اكسلريشن، علشان لما اجي ارسم مثلث العجلات زي ما هرسم دلوقتي، وبعد ما نخلص مثلث العجلات بقدم السكشن على كده. طيب نفس الحدوته برضه هندسه، احنا دلوقتي عايزين نرسم العجلات، يعني احنا محتاجين معادلات الاكسلريشن، ومعادلات الاكسلريشن نفس عدد معادلات الفيلوسيتي بالظبط. معادلات الاكسلريشن نفس عدد معادلات الفيلوسيتي، يعني برضو احنا هنا استخدمنا ثلاث معادلات يبقى برضو هنستخدم في الاكسلريشن ثلاث معادلات. اوكي طيب تعالى نعمل هنا مثلا معادلات الاكسلريشن، acceleration equation هنعمل نفس الترتيب بتاع يعني انا في الاول جبت الفي، فتعالى برضو نجيب النقطه A. طب لو جيت بصيت كده على النسبه بتاعك النقطه A ديت، النقطه A ديت عندها تانجنت ونورمال بالظبط، يعني النقطه A دي ببساطه كده انا ممكن اقول انها عندها A تانجنت، بس A تانجنت عمودي، عموديه على اللينك AO، والاي نورمال دايما في اتجاه السنتر، الاي نورمال اهي يا جماعه دايما في اتجاه السنتر من الاي للاو، والاي تانجنت عموديه على اللينك ومع اتجاه الفا، لا كده لا كده لا كده لا كده. اوكي طيب فتعالى اول حاجه نجيبها الاكسلريشن. طب خد بالك مش انا اساسا مديك اوميجا في المساله، اه الاوميجا مديها لك ب 18.85 دي صح، فده معناه على طول ان الالفا بتاعت اللينك 2 بصفر، لان كده الاوميجا رقم ثابت، ادي الملاحظات اللي احنا بنقول عليها، الاوميجا طالما رقم ثابت يبقى الالفا بصفر، طالما الالفا بصفر يبقى الاي تانجنت بصفر، يبقى انت ما عندكش بس غير اي نورمال، يبقى انت فكك بقى من الاي تانجنت اللي انت رسمتها دي، امسحها اللي انت فاكرها موجوده امسحها، يبقى انت ما عندكش هندسه غير مين؟ غير اي نورمال بس اللي هي في اتجاه من اي للسنتر او. اوكي ايه دي المساله، ده الاي وده السنتر او، انت بس مش عندك غير الاي نورمال، يبقى نحسب الاي نورمال على طول، يبقى نحسب الاي نورمال بالنسبه لبوينت اي. فبوينت اي برضو انا دلوقتي عندي الالفا بالنسبه لبوينت اي،
فانا عندي الالفا تعتبر معروفه هي بصفر، يبقى انا محتاج معادله واحده بس علشان اجيب ام النقطه ايه. طيب يبقى انا علشان اجيب النقطه ايه محتاج معادله واحده بس. طب تعال نجيب اكسلريشن ايه بقى، بس النورمال هتبقى اوميجا سكوير اوميجا 2 سكوير في الار، او في سكوير بتاع الاي او على الار اللي يعجبك يعني. طب الاوميجا انا ممكن اشتغل بالاوميجا على طول عشان جاهزه، الاوميجا ب 18 الاوميجا 2 سكوير ب 18.85 خلاص. في الار اللي هو طول اللينك بتاعك اللي هو نص ببساطه يعني، فهتطلع معانا كام؟ طيب يا باشمهندس هي طلعت الرقم دوت اللي هي الاي نورمال ناحيه ايه، فانا ممكن اخد الرقم دوت هو ده اللي بحط عليه السكيل على طول. اول رقم ده 177.66 مثلا ديت هعتبرها 70 مللي. يبقى اي رقم تاني هجيبه ايه نورمال، اي رقم تاني هجيبه ايه نورمال هعمل كروس ملتيبليكيشن ده في 70 على ده هجيب التول بتاعه في السكيل اللي هو التول اللي انا هرسم. واحد تاني ممكن يعملها 80 مللي، واحد تالت ممكن يعملها 50 مللي، اللي يعجبك، مهم سكيل مناسب عشان تعرف ترسم الرسم. اوكي. طيب لو رحنا بعد كده بقى ايه وكملنا كده بوينت ايه ممكن نرسمها؟ اه ممكن نرسم بوينت ايه على طول. طيب بوينت ايه علشان تترسم فلازم يبقى عندنا طالعين برضو من نقطة الأصل. فاحنا هنفترض برضو اللي احنا عندنا نقطة أصل في أي حتة كده. وليكن هنا يعني مثلا في أي حتة. نحط هنا او خلاص، ومن نقطه او هنرسم الطول ده اللي هو 70 اللي احنا قلنا عليها هناخد السكيل ب 70 يعني 7 سم. هنقول احنا جايبين المسطره، طب 7 سم دي نرسمه ازاي؟ المفروض الاي نورمال ده مقدار، طب الاتجاه موازي لللينك اي او وفي اتجاه الاو اهو، موازي لللينك اي او وفي اتجاه الاو يعني في الاتجاه ده مثلا، هو ده اللي احنا هنرسمه دلوقتي. يلا بينا نجيب مسطرتنا او نجيب المثلث بتاعنا ونروح واخدين موازي لللينك اهو كده. انا عامل انجل 45 بالظبط، اروح واخد الكلام ده كده المثلث اهو او بالموازيات بقى براحتك، واروح راسم ده كده الطول مثلا 7 سم مثلا خلاص. يبقى دي كده يا جماعه مهندسين دي كده نقطه، دي كده نقطه ايه جاهزه، وده كده المتجه بتاع ايه اكسلريشن ايه نورمال ببساطه. ده كده المتجه بتاع اكسلريشن ايه نورمال. طيب ايه تاني؟ تعالى بقى ايه نروح للنقاط الباقيه. ده كده بالنسبه لنقطه ايه خلاص وصفناها. طب تعالى نشوف بالنسبه لنقطه بي، برضه نقطه بي محتاجه معادلتين، نفس المعادلتين شبه المعادلتين بتوع الفلوسي بالظبط يعني ريلاتيف. نقطة B محتاجة معادلتين، ليه؟ لأن الأوميجا أو سوري الألفا بقى المرة دي الألفا 3 ما أعرفهاش، فطالما الألفا مش عارفينها أو الأوميجا مش عارفينها يبقى إحنا محتاجين معادلتين علشان نجيب النقطة B. طيب أول معادلة هننسب الـ B بالنسبة لـ A، وتاني معادلة هننسب الـ B بالنسبة للجراوند. هنقول يبقى الأكسلريشن B كفيكتور هتساوي acceleration A plus acceleration B بالنسبة لA، نفس معدل السرعة بالظبط بالظبط مش أي اختلاف. طيب acceleration A دي معانا مقدار واتجاه لسه احنا رسمناه، يبقى انا من عندي نقطة A هرسم الـ AB، الـ AB بالنسبة لA. طب الـ AB بالنسبة لA ديت على جنب كده، الـ AB بالنسبة لA هي بصراحة ليها مركبتين ABA tangent و A B A normal. اشمعنى بقى يا باشمهندس ان دي ليها مركبتين؟ ان ببساطه كده نقطه ايه هنا الاوميجا دي انا مش عارفها خلاص، فانا اللينك ده اللي هو الروتيشن ده اللي هو اللينك اي بي بيتحرك على مسار دائري، فيبقى عندك ايه تانجنت وايه نورمال في اتجاه البي اتجاه السنتر خلاص ببساطه. يبقى انا عندي اي بي اي نورمال واي بي اي تانجنت. طب انا ممكن احسب النورمال، النورمال دايما بيتحسب والنورمال دايما معروف مقداره ايه، ABA normal
اوميجا سكوير اللي هي اوميجا 3 سكوير اللي انت حسبتها من السرعات في الار. فالاوميجا 3 احنا حسبناها من مثلث السرعات اهي 3.42 بالظبط، يبقى 3.42 سكوير في الطول بتاع اي بي اللي هو 2 متر. فالكلام ده كده هنحسبه سريعا يعني هيطلع معانا 23.39 متر على الثانية تربيع. طيب وبرضو الرقم ده بقى لو انا عايز ارسمه كسكيل احطه هنا 23.39 ده هرسمه هنا بكام؟ يبقى هضرب ده في ده على ده، يعني انا عايز اعرف طول اللي انا هرسمه بيه، فروح ضارب الرقم ده كده اللي هو طلع لي 23 ده ب 70 على 177.66 اللي هو بتاع اول رقم. فانا كده هرسم الطول بتاعه في المساله ب 9 مللي، 9.2 مللي، حاجه صغيره جدا. هو دايما الاي نورمال الاطوال بتاعت النورمال صغيره. خلاص؟ ماشي. طب اتجاهه ده كده كمقداره، طب اتجاهه بقى اتجاه الاي نورمال، اتجاه الاي نورمال دايما في اتجاه السنتر يا جماعه، انا جاي من المجهول للسنتر للمعلومه، يبقى من ال بي وموازي الاي بي. وموازي الاي بي اهو، بص لو احنا جينا رسمناه كده ده اتجاه الاي نورمال يا جماعه. واللي انا رسمته ده كده اتجاه الاي نورمال بتاع اللينك اي بي. طيب فيكون موازي لللينك اي بي وفي اتجاه البي، يعني في الاتجاه ده المفروض يعني هو في الاتجاه ده. طيب فتعالى بقى نعمل الكلام ده كده. هنعمل الكلام ده اهو من عند نقطه A، من عند نقطه A هنرسم موازي اهو A B A normal من المعلوم للمجهول، اسف من المجهول للمعلوم يعني او الستونتر للسنتر بتاعك من ال A لل B ده السنتر اوف روتيشن. طيب هنروح راسمين طالعين بقى من المسطره بتاعتنا ايه كده عاملين زوم اهو. انا عايز اخد ايه موازي، عايزين ناخد موازي للاي بي زي ما رسمنا من ال او اهو، زي ما رسمنا من ال او هنرسم من ال بي اللي هو الاي بي اي نورمال. في غلطة بس هنا مش مهندسين معلش، هنا المفروض لا الاتجاه معكوس، يعني من المعلوم من المجهول آسف للمعلوم، يعني دايما اتجاه الاي نورمال، اتجاه الاي نورمال من الانون من المجهول للنون للمعلوم. خلاص؟ وهيكون موازي لللينك. علشان بس ما تلخبطش تاني هنكتب برضو اتجاه السرعات بي بي اي اللي هي الريلاتيف، هيكون برضو دي بقى عكسها، هيكون اتجاهها من المعلوم للمجهول، انا بنسب بيه الايه من المعلوم من النون للانون. بس هو ده بس ايه علشان ما تتلخبطش يعني. فانا عكست الاتجاه ده، لا هو الاتجاه ده المفروض العكس، يعني انا المفروض جاي من اللي فين، من الانون للنون. طب من المجهول هنا البي، يبقى من البي للاي، من البي للاي هندس بالظبط. يبقى انا هجيب المسطره واروح واخد موازي اللينك ده اللينك اي بي ومن بي لاي. طب بس كده ده موازي كده، اروح واخد الزاويه دي كده واروح واخد من عند النقطه اي المعادله بتاعتي من بعد النقطه اي، اروح واخد خط. طب الخط ده محل هندسي ولا معروف مقداره؟ لا معروف مقداره اللي هو 23 اللي هو بقى 9 اللي هو بقى 9.2، فده معروف مقداره واتجاهه اهو، نرسمه هو يطلع خط صغير طبعا. ده كده الاي نورمال ده اتجاه، يبقى ده كده الاي بي اي نورمال. ده كده الاي بي اي نورمال تمام، ده كده اتجاهه. طيب ده كده انا رسمت المعادله رقم 2، لا لسه انا عايز التانجنت.
طب التانجنت مش معروف، مش معروف مقداره، لكن معروف اتجاهه. دايما اتجاهه بيكون عمودي على الاي نورمال. دايما الاي بي تانجنت المفروض ان هو مقداره، الكلام ده تعالى ننزل تحت شويه، الاي بي تانجنت، البي الاي بي اي تانجنت المفروض مقداره الالفا بتاعت الرينك في الار، بس احنا مش عارفين الالفا بكام فمش عارفين مقداره، لكن اتجاهه عمودي على الاي بي اي نورمال ومع المفروض اتجاه الفا، بس انا مش عارف الفا ازاي، فالمفروض هيبقى لا كده لا كده، لا فوق لا تحت. فتعالى نرسم برضو الاي تانجنت، فنروح واخدين خط محل هندسي كده بالمسطره من بعد ما رسمنا النورمال. دايما بنرسم النورمال والنورمال وراه تانجنت على طول، دايما النورمال يا باشمهندس وراه تانجنت. نورمال للخط ده أوكي. نرسم محل هندسي بقى للخط ده كده، هنعمل خط منقط كده اللي هو ايه بالنسبه لنا هو الايتين، تمام. ونرسم ونكتب عليه محل هندسي للاي بي اي، المفروض هيتقاطع بقى مع المعادله اللي جايه علشان نجيب النقطه بي على طول. اوكي طيب تعالى بقى نكتب المعادله اللي جايه. المعادله اللي جايه اللي احنا هننسب البي بالنسبه للجراوند اللي هي نقطه الاصل. تعالى ننسب البي بالنسبه للجراوند. يبقى انا دلوقتي ادي المعادله رقم واحد، خلاص دي خلاص كده، دي معادله رقم واحد احنا طلعناها اهي بس ما تتوهش. دي معادله رقم اثنين جبنا منها نورمال تانجنت. يبقى انا عايز معادله كمان، يبقى الاي بي هنسيبها بالنسبه للجراوند اي او بلس اي بي بالنسبه للاو. الاي اكسلريشن طبعا بتاعت الجراوند والسرعه صفر، يبقى على طول هيكون سرعه السلايدر، يبقى الاي بي هنا هتكون سرعه السلايدر او اسف عجله السلايدر، سلايدر اكسلريشن، ودي بتكون برضو عجله لينير موازيه للسلايدنج باس، ولا في اتجاه ده للي في اتجاه ده، لا ده لا ده، اوكي في الاتجاه ده لا في اتجاه ده. طيب فهنروح نرسمها على طول. طب هل العجله ديت، هل العجله دي هندسه يا هندسه هتكون نورمال ولا تانجنت؟ طبعا انا طالما بتكلم على اللينير يبقى دي طبعا عجله ممسيه، مماس للمسار او موازي للمسار، يبقى تانجنت بس. يعني في الحاله دي مفيش نورمال، يعني هنا مفيش عندنا نورمال في السلايدنج او في اللينير، ما بيظهرش النورمال، لكن في الروتيشن بيظهر النورمال لان بيكون اللينك بيدور، لكن في اللينير موشن او السلايدنج موشن ما بيبقاش فيه اساسا عجله نورمال فبنكتبهاش اصلا، فبيبقى عندي بس عجله تانجنت. فانا مقدارها ما اعرفوش ولكن اتجاهها موازي للسلايدنج باس. طب والاتجاه ده طالع منين؟ اكيد الاتجاه دوت طالع من نقطة الأصل، إنها نقطة لأنها عجلة أبسليوت بحرف واحد. أوكي، هنطلع من نقطة الأصل كده موازيين للمسار بتاع المسألة. أهو افتح كده لحد ما تبقى زيرو، لحد ما تبقى الأنجل زيرو يبقى كده موازي الباس، يبقى أنا موازي للباس، يبقى أنا هرسم من هنا الـ A تانجنت بتاع السلايدنج باس، بس وقف لان هيتقاطع هنا خلاص، محتاج ان انا اكمل للاخر. اوكي يبقى اكيد نقطه التقاطع دي هي مين يا باشمهندس؟ اخيرا هي نقطه بي، وده اتجاه الاي بي الاكسلريشن اي بي، سواء اي بي بس او اي بي تانجنت الاثنين واحد، انها سرعه لانها عجله مطلقه. ويبقى ده معناه ان ده بس مقدار الاي بي اي تانجنت، ده بس المقدار بتاعه والاتجاه بتاعه كده لفوق، ان هو مكمل للنورمال، ايه نورمال بعدين ايه تاني. ولو انت بقى عايز تعرف مقدار الاكسلريشن بتاعت اللينك اي بي، فانت تجيب المحصله، يعني هتوصل نقطه ايه من نقطه بي، هتروح هندسه ايه موصل بالمسطره كده ما بين نقطه ايه ونقطه بي،
بس هتوصل ما بينهم الخط ده، الخط الاخضر ده هو الاكسلريشن بي اي، هو الاي بي اي اللي هو برضو في الاتجاه ده، لان هو عشان محصله فبيقفل معاهم لفوق. فالاي بي اي بي اي نورمال وراها على انجل 90 طبعا اي بي اي تانجنت، يقفل معاهم اي بي اي كده. ده مثلث العجلات والحمد لله. طبعا نمسح الزيادات، مش عايزين بقى اشتغل المنقط ده خلاص. معلش طبعا طولت عليكم في السكشن، بس والله يعني ربنا عالم انا عايز افيدكم قد ايه، بس فحاولت على قد ما اقدر اعمل لكم مساله لايف بنفس التولز اللي انت هتستخدمها في الامتحان يعني. طبعا بغض النظر انا معايا مسطره فيها منقله يعني دي مش هتعرف، معرفش بقى يعني دي تعرف تجيبها ولا ايه، اكيد هتسهل عليك كتير، ولكن انت في الغالب هيكون معاك المثلثين او مثلث ارسطو. لو جبت مثلث ارسطو هيقوم لك بالحكايه دي سهل جدا، لان مثلث ارسطو جواه منقله اصلا. فلو جبت مثلث ارسطو سهل جدا تاخد الموازيات والاعمده زي ما انا ما خدتها كده، فاعتبر انك ايه ان انا معايا مثلث ارسطو. طيب من هنا نقدر نجيب بقى كل يعني كل حاجه. انا اقدر اقيس اي طول من الاطوال اللي عندك واضربها في السكيل، السكيل اللي هو ده. طبعا انا واخد سوري يا نهار ابيض مسح. طبعا انا واخد ال 177.66 دي هي 70 70 مللي، وهنا ال 23.5 فطلعت معايا هي 9.2. فانا ممكن اقيس اي واحد في دول، اي طول من الاطوال ديت، واروح مرجعه هنا واروح اعمل كروس ملتيبليكيشن واعرف طول الحقيقي. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا انا ممكن مثلا اقيس الطول بتاع الاكسلريشن اي بي خلاص في المثلث. في المثلث طلع معايا وليكن يعني اكسلريشن اي بي طلع معايا مثلا بمثلا 15 متر. ده اللي انا قست، ده الطول اللي انا قست، ده الدرو اللي انا رسمته يعني. طب الطول ده قد ايه حقيقي؟ فتضرب 15 في الرقم ده على ده فتعرف طول الحقيقي كام، اللي هو بقى الاكسلريشن اللي انت عايز تجيبها. زي ما ضربت من شويه كده الفيلوسيتي في 2 علشان نرجع للسرعه الحقيقيه اللي في المساله. اوكي بس وبكده يبقى احنا نقدر نجيب اي اكسلريشن نقيس، بس مجرد هنقيس. لو انت عايز تجيب الاي اي طبعا ايه خلاص هي معانا اصلا. لو عايز تجيب الاي بي قيس الاي بي وارجع حطها هنا، حط الرقم اللي انت قيسته هنا واضرب في الرقم ده واقسم على ده على 70، تعرف العجله في المساله الحقيقيه بكام. هي دي اللي هتختارها في التشويس. ممكن تقيس الاي بي اي تانجنت، الاي بي اي نورمال، الاي بي اي نورمال اهو، او الاي بي اي على طول، على طول تقيسها من هنا لهنا على طول. فمثلا دي انا عاملها جاهزه اهي، هي لو قستها هتطلع معاك الاي بي اي بس اللي هي بتاعت اللينك اللي هي الريزلت يعني، اللي هي محصله النورمال بالتانجنت اللي هي عجله اللينك اي بي او اللينك 3. دي بعد ما قسناها وبعد ما حولناها، بعد ما قسمناها على 107، بعد ما قسمناها على 70 وضربناها في السكيل ده، فطلعت معانا في الاخر 104 متر بير سكند سكوير. وطلعت من هنا الالفا بقى، يعني انت لو انت عايز تجيب الالفا، هو طالب مننا الالفا اصلا، انت عارف ان الاكسلريشن هي الالفا اي بي بقى في الار اي بي ب 2، تقدر تجيب الالفا. فالالفا طلعت معانا 173 براد بير سكند. طب انا ممكن اعرف اتجاه الالفا مع اتجاه الاي بي. بص الاكسلريشن اي بي تانجنت ماشيه ازاي، هي دي اي بي تانجنت مع اتجاه الفا. اي بي تانجنت ماشيه في الاتجاه ده، يبقى الالفا في الاتجاه ده، ادي اتجاه الالفا 3 اللي احنا لسه حاسبينه، اللي هي طالعه ب 173 براد بير سكند سكوير. فبص اتجاه الالفا عكس اتجاه الاوميجا، يبقى ده معناه ان اللينك 3 ده بيحصل له ديسيلريشن، يعني بيبطا سرعته بتبطا مش اكسلريت، عشان ممكن يسالك حاله اللينك ده ايه. اتفقنا هندسه؟ برضو انت ممكن تجيب، لا هنا ما فيش الفا، اتفقنا هنا الالفا بتاعت اللينك 2 بصفر، ان الاوميجا 2 اصلا برقم ثابت اللي هو اللي احنا حسبناه في الاخرى 18.85، لكن هنا الالفا 2 بصفر مش هيكون في الفا اصلا. هنا ما عندكش غير الفا واحده اللي هي اللينك. اوكي؟
هنا برضو ممكن تحسب الاكسلريشن بي، طبعا اكسلريشن ماشيه كده بتاعت السلايدر بي، والسرعه من شويه بتاعت بي برضو ماشيه كده، والسرعه بي برضو ماشيه في نفس اتجاه الاكسلريشن اهو. انا خدت السهم ده مع السهم ده بس ما عملتش حاجه يعني، فالسهمين دول ان سيم دايركشن، فده معناه ان السلايدر دوت سرعته بتزيد اكسلريت. انا بقول لك الفيزيكال مينينج يعني احنا وصلنا لايه كده يعني. انا كده وصفت الميكانيزم لينك لينك وعرفت كل لينك حالته عامله ازاي. الحل كبير، بص لو عملت لك زوم اوت كده هتتخض يعني. بص ده السكشن كله اهو، ده شرحنا للسكشن كله. احنا قلنا ايه في الاول اهو، ده الاول اتكلمنا على انواع اللينكات، وبعد كده دخلنا بقى في الديجري اوف فريدم وحلينا شويه مات. بعد كده نزلنا بقى نحل ميكانيزم بقى حقيقي سلايدر كرانك ميكانيزم. طبعا ايه الميكانيزم اللي احنا حليناه ده سلايدر، سلايدر كرانك ميكانيزم، انت عندك سلايدر اهو خلاص، ده سلايدر كرانك. اخر حاجه بقى انا عايزك تسمعها مني، طبعا زي ما الدكتور عبد الفتاح قال لك انتوا المفروض هتقيموا ب 10 درجات، ففي ريبورت هبعته لكم انا ومهندس سيد. الريبورت دوت فيه شويه مسائل هتحلوها وتسلموها لنا، بس بشرط يبقى الريبورت شكله نظيف. انا عارف انكم هتنقلوا ويعني ده كلام ما بيننا وبين بعض، ولكن اللي هل يعني الريبورت اللي هيبان انك ناقل فمالوش درجه خلاص كده، وانتوا فاهمين قصدي ايه يعني ايه بان ناقل تمام. في ناس كده ايه بتعمل ريبورت قبل ما تسلم كده هوبا الله كده خمس دقايق كروت الدنيا، ده مالوش درجه يا باشمهندس، ده كده هناخد الريبورت بتاعه نرميه في الزباله على طول، ما لا هنبص فيه اصلا. لكن الورق يكون منظم، خطك يبقى كويس، عامله كده بمزاج خلاص. مش يا سيدي يعني اكيد يعني مش هيبقى معاك في البيت وانت بتنقل، ولكن تعمله كده على الاقل انت فاهم انت بتنقل ايه، تبين يعني انك فاهم خلاص. ده بالنسبه للريبورت. فانت والجزء بتاع الميد تيرم، الميد تيرم هيبقى داخل فيه طبعا جزء الدكتور عبد الفتاح لحد الاكسلريشن تريانجل، فعلشان كده انا شرحت النهارده الاكسلريشن. هو الاسبوع الجاي ان شاء الله هيقول لكم الاكسلريشن تمام، اللي انا شرحته ده هيقوله لكم تاني. فانت برضو اديك ممهد للموضوع. الاسبوع الجاي ان شاء الله هنحل برضو، هحل مسالتين معاكم بدل بقى مساله واحده خدت وقت السكشن كله وزياده كمان، احنا عدينا الوقت اساسا الرسمي. فيبقوا مسالتين اسرع من كده شويه، انا تعمدت ان انا امشي لك ستيب باي ستيب كده تاتا تاتا، عشان انت لسه في الاول، لسه الموضوع فريش بالنسبه لك يعني. زي ترسم اصلا مثلث سرعه، مثلث عجل، عايز اقول لك ان دي ابسط مساله ممكن تيجي لك في الامتحان. يا ريت تيجي اصلا، دي ابسط مساله، لكن المساله بتكون اكبر من كده شويه، يعني عدد اللينكات بيزيد عن كده، بدل ما هم بس اربع لينكات لا ممكن يبقوا سته ممكن سبعه، وهتبقى نفس الطريقه بس عدد المعادلات هتزيد، يعني بدل ما احنا كتبنا بس ثلاث معادلات لا ممكن يوصلوا لخمس معادلات، ممكن يوصلوا ست معادلات على حسب المساله يعني. اتفقنا؟ بس هي طريقه التفكير واحده. طريقه السيكونس واحده. فانا فانت كده اتعلمت مثلثات السرعه تتقسم ازاي، باذن الله يا رب تكونوا اتعلمتوها صح، ومثلثات العجلات تتقسم ازاي، لان ده الجزء اللي داخل في الميد ترم بالنسبه لجزء دكتور عبد الفتاح خلاص. يبقى كده الميد ترم بتاعك شامل جزء دكتور ياسر كله، سواء بنتكلم في توبكس الجير والبالانس والفلاي ويل، وكمان جزء دكتور عبد الفتاح اللي هو الميكانيزمات ديجري اوف فريدم والفلوسيتي تريانجل والاكسلريشن تريانجل. بالتوفيق يا رب ان شاء الله يا باشمهندسين، ونشوفكم دايما في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله.